مرحبا، اسمي صالحة محمد عبد الله عبدو. في الأصل درست الاقتصاد في جامعة الخرطوم، ولكنني عملت بجامعة السودان المفتوحة عميد لكلية الاقتصاد والدراسات المالية. علاقتي بالتعليم المفتوح، أمضيت 10 أعوام أعمل في هذا المجال وأحببته كثيرا. يعتبر التعليم المفتوح مهما للغاية، لأنه يمكن الذين لم يكملوا دراستهم في مواصلة تعليمهم، لأن التعليم المفتوح فصل بين قيدي الزمان والمكان. وكذلك يتمتع التعليم المفتوح بتنوع البرامج التعليمية فيه وتنوع الوسائل، وكل هذه العوامل أدت إلى عرض خدمة التعليم بصورة واسعة، وبالتالي تم إقبال كبير على عدد من البرامج من قبل طالبي خدمة التعليم. كيف يمكننا تعزيز التعليم المفتوح ليكون له تأثير محلي وإقليمي ودولي؟ أعتقد أن الإجابة على هذا السؤال تتم من خلال عدة عوامل. العامل الأول هو تبني سياسات تدعم التعليم المفتوح والبحث ومجالات البحث فيه، وكذلك الاهتمام بجودة التعليم المفتوح وتعزيز التبادل الثقافي بين الجامعات، وكذلك الاهتمام بنقل تقنيات التعليم. فوق هذا كله، يجب علينا أن نعزز من رفع الوعي بأهمية التعليم المفتوح ودوره والاهتمام بمخرجاته، وأعني هنا طالب التعليم المفتوح. ما زال هنالك فجوة ما بين مهارات التعليم التقليدي والتعليم المفتوح. هنالك حوجة ماسة لتدريب الأستاذ الجامعي ليكون مواكب أو يتمتع بمهارات التعليم في القرن 21، من ابتكار وإبداع والعمل بروح الفريق والتصميم التفكيري أو الكريتيكال ثينكينج also، أو learning to learn. كيف سؤالي، كيف يمكننا سد هذه الفجوة، وكيف يمكننا تدريب الأستاذ الجامعي بصورة عامة ليكون مواكب أو يتمتع بمهارات القرن 21؟